نسبه الجمهور شفنا يعني جمهور النادي الاهلي كانت حاجه عظيمه امبارح جدا. وفي ناس بتقول لك لا الجمهور كان لازم ينتقد اللاعبين بعد الماتش ما كانوش يسقفوا لهم، وفي ناس ايضا بيقولوا ان ده كان مظهر جيد وحضاري جدا من جمهور النادي الاهلي، لكن هو الاصح يا جماعه والطبيعي جدا واللي اتعودنا من خلال جمهور النادي الاهلي عليه دايما هو مسانده الفريق في الحلوه وفي المره، والمره كمان قبل الحلو، وده اللي حصل امبارح بعد المباراه. والجمهور كان بيشجع على مدار التسعين دقيقة، يعني انت خلاص واحدة واحدة في الآخر كده انت خلاص فقدت الأمل خالص، يعني ناقص 10 دقايق مثلا، ناقص الشوط الثاني كانت الأمل خلاص ابتدت يعني تروح خالص عند الجماهير، لكن مع ذلك جمهور النادي الأهلي مثل يحتذى به في الحقيقة، يعني على مدار التسعين دقيقة بيشجع بشكل قوي جدا. والأفضل كمان طبعا دي لقطات رائعة رائعة من ملعب استاد الجيش وبرج العرب بالأمس، خلينا نسمع الصوت. يعني جمهور عظيم جدا، ومؤازرتهم للعيبه النادي الاهلي خلال المباراه بالامس كانت مؤازره اكثر من رائعه على مدار ال 90 دقيقه، زي ما احنا شايفين كده اللقطات اللي فاتت دي او اللقطه اللي فاتت دي. المسانده دايما بتكون مهمه ورئيسيه من جمهور النادي الاهلي، ما بالك لو جمهور الاهلي ده، وفي الحقيقه كل جماهير الانديه كلها، يعني لو كل الجماهير بتحضر المباريات هيبقى الدوري ليه طعم خاص، وهيبقى جمهور النادي الاهلي بالتحديد لما بيكون ورا فريقه دايما بيبقى نسبه الفوز كبيره جدا جدا، يعني حتى لو نسبه الفوز طبيعي ان هي معديه ال 50 60% بما انك النادي الاهلي وبامكانيات اللعيبه اللي عندك وكل حاجه، لكن لما بيكون في جمهور النادي الاهلي كمان النسبه بتزيد اكتر من كده بكتير.